تحت الفرصة لويس جارسيا يلف العرضية رونالدينهو ورونالدينهو ولكن رايه وصفارة وتسلل. قلت لحضراتكم نادي سوداد انتهى لقاء ايبار والريسنج تعادل ويبقى في برولونجيشن او يعني تمديد وقت ورونالدينهو يواصل التألق وركلة جزاء. ميدينا كانتالوكو يدي ركلة جزاء. ادي فرق الخبرة وفرق المهارات. مارك اوفر مارس سجل هدفين، سافيولا سجل هدف، ورونالدينهو ببراعته ومهارته بقى حصل على ركلة الجزاء هو اللي هينفذها. ادي حضراتكم اهو عدى واتعمل بقى ساندوتش كده بين الاثنين ما بين اللاعب كوارديرو واللاعب رقم خمسة ايدو وخد ركلة الجزاء. الدقيقة 90 وبرشلونة في طريقه إلى رباعية في هذه المباراة. رونالدينهو هدف الفوز على نادي جيرمان في الدور الثاني، وادي اهو أمامنا الهدف الرابع في هذه المباراة. رونالدينهو الساحر البرازيلي يقود فريق برشلونة إلى الدور ثمن النهائي، والحارس توني بيرنال وادي حضراته رونالدينهو والفرحة ثاني أهدافه على فكرة في الكأس الإسبانية. رونالدينهو إلى ما ينظر ليلو لا أعلم، ليلو ينظر أعتقد من نتيجة اللقاء يعني مش مصدق الراجل. مباراة كانت قريبة حتى الدقيقة 70 ولكن الخبرة بقى مع اندفاع لاعبي سيوداد دي مورتيا ورونالدينهو حطها إيه؟ حطها في المقص. شوف حضرتك أهو توني بيرنال راح معاها ولكن هي بقى فين؟ هي